ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل سوشي، والسوشي ده هو من اليابان، اكيد كلنا عارفينه. حاجة حلوة وسهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت. انا اسمي سوسنة، لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. ادي كده هنبتدي. هجيب معاي حلة رز مصري، غسلته كوباية، هحط كوبايتين من المية، وحط شوية ملح بس ما تملحيش الرز، تمام؟ وخليه على نار واطية، وبعد كده بعد ما يطيب هنشوف هنعمل ايه. طبعا انا عايزة الورق بتاع السوشي اللي هو ده بنلاقيه عند الصينيين، عايزة رجلين الكراب الكابوريا، عايزة خيار، وعايزة دي بتساعد ان انا الف السوشي، تمام؟ بعد ما يبرد خالص الرز هحط ملعقتين من الخل بتاع الرز ده، بنلاقيه برضو عند الصينيين، اكيد برضو في مصر يعني عندكم محلات صينية، مش كده؟ انا مش عارفة بصراحة. فالمهم ادي كده الورقة بتكون فيها اتنين سايد، واحدة بتكون شايني خالص والتانية مظلمة شوية، فنحن هنخلي الشايني من برا وزي ورق العنب، واحط شوية رز كده ورجلين الكراب دي، واحط خيار، واقعد الف. وانا طالما انا بلف اقعد اضغط اضغط كويس عشان ايه ما يتفكش معايا. وفي الاطراف هجيب بولة فيها مية، وابلي صباعي مش كتير خالص، وابلي الطرف بتاعه عشان ايه يمسك الاطراف بتاعته. فزي ما شايفة كده هنا عايز مية، فجبت مية في بولة وبليت، والزيادة دي تشيليها يعني بايدك، تمام؟ وانا معايا هعمل الكمية كلها زي ما انت شايفة، وهجيب معايا فوطة. بعد ما اخلص الكمية كلها فوطة مبلولة، عشان كل ما اقطع السوشي اروح انضف السكينة عشان ايه السوشي ما يتوسخش معايا. والنهاردة مطر شديد وعندينا هوا، الهوا ما وقفش ليه كم يوم، والمطر برضه هنا طالما نبتدي المطر ما بيقفش. المهم احسن من غير، احسن من السخانة، ولا ايه رأيكم؟ المهم ادي كده اخلص الكمية كلها. وجوزي عمل بحب السامن بالرز بس، فهو عمل الرز وحط عليهم سامن من فوق، سامن مدخن. وده كان الاكل بتاعنا سريع بصراحة، ما خدش حاجة، والصيام قرب يخلص. كل سنة وانتوا طيبين، فالواحد الايام دي محتاج حاجات سريعة ما تاخدش وقت. طبعا السوشي بيكون معه وسابي صوص لونه اخضر كده، هوريه لكم، وبيتاكل بالصويا صوص برضو. وقطعنا شوية جنزبيل وحطينا فيه شوية صويا صوص. ما اقول لكم سيلينا لازم يعني اكلت شوية من الخيار بألف هنا. فادي كده ده هو الاسابي صوص، بتاكل معاه بيدي طعم رهيب، بيوديه في حتة تاني خالص السوشي بصراحة. وانا من عشاق السوشي، مين زي بقى من عشاق السوشي؟ يكتب لي في الكومنت من عشاق السوشي. هي حاجة خفيفة بصراحة، ما بتاخدش اي وقت غير بس الرز يطيب وانت تلف السوشي وخلاص. طبعا انا ما عملتش كمية، على حسب الاشخاص اللي في البيت. ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبك الفيديو لايك وشير، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.